يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مهمة جدا كالعادة في بعض المواضيع وبعض الأمور، وبالتحديد موضوع محدد هتكلم فيه شغل كل المتابعين وكل اللي بيتابعوا السوشيال ميديا بشكل دائم، وكان ترند امبارح بصراحة، فهنتكلم فيه بتفاصيل كتير. واحنا برنامج الترند، هو اسم البرنامج كده، فطبيعي اي حاجه بتشغل بال جماهير الكره المصريه وبالتحديد جمهور النادي الاهلي لازم هنطلع نتكلم عنها، ونتكلم عنها بتفاصيل، ونقول الصح فيها ايه يعني. تمام، فتابعوا الحلقه النهارده مهمه قوي زي ما انتم بتتابعونا كالعاده. بالتالي عندنا كمان اخبار كتير تتعلق بالنادي الاهلي، وده مهم قوي بالنسبه لنا، اللي احنا خلاص مقبلين على مباراه المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، فهنتابع كل استعدادات الفريق اللي كان عنده مران النهاردة بخلاف استعدادات المنتخب كمان لمباراة الجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. احنا خلاص تأهلنا المرحلة النهائية، لكن مهم قوي المباراة دي نأديها بشكل كويس، ومستر كيروش يقدر يجرب فيها بعض الوجوه الجديدة، فتفاصيل كتير على مدار حلقة اليوم. مهم كمان تواصل حضراتكم معنا كالعادة من خلال سؤال حلقة النهاردة، سؤال بيتعلق بمنتخبنا الوطني الأول وتوقعاتكم للمنتخب اللي هنقابله في المرحلة النهائية بعد ما تأهلنا خلاص بشكل رسمي بعد تعادلنا مع أنجولا، توقعاتكم وتمنياتكم يعني. لكن في كل الأحوال اللي عايز يتأهل ما يخافش من أي فريق هو هيقابله، لأن هدفك معروف، فتقدروا تبعتوا لنا توقعاتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، فيديو جديد يكشف أزمة الاحتواء في مباراة القمة. لسه مع ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا للمقاولون. أما في الترند المحلي، كروش يعقد مؤتمر صحفي اليوم. طيب، حاجات كلها في الحقيقة مهمة جدا، خليني أقول لحضراتكم أبرز المباريات النهاردة اللي اتلعبت واللي بتتلعب واللي هتتلعب كمان في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمرحلة النهائية اللي تأهل مباشرة لكأس العالم إن شاء الله. فالنهاردة اتلعب ثلاث مباريات حتى الآن، زيمبابوي مع إثيوبيا التعادل 1-1، جمهورية الكونغو فازوا على بنين بنتيجة 2-0، اللي بيقودها كونغو بيقودها مين كوبر، فتأهل خلاص للمرحلة النهائية للتصفيات. ومدغشقر مع تنزانيا التعادل كان إيجابي 1-1. في ماتش هيتلعب الساعة 6 ما بين مالي وأوغندا، مالي تأهلت خلاص وأقوى خط دفاع، وبيشارك دايما نجمنا المتألق أليو ديانج بشكل أساسي في مباريات المنتخب. ده ماتش هيكون الساعة 6. الساعة 9 ماتش ناري وحاسم في التأهل ما بين غانا وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا متفوقة على غانا في صدارة المجموعة بفرق 3 نقاط، فالمباراة هتكون في غانا، ماتش صعب جدا على الفرقتين. وأيضا الساعة 9 بالليل سنغال مع الكونغو. فيما يتعلق بمباراة جنوب أفريقيا، يعني في شكوك حول بيرسي تاو، هل هيشارك في هذه المباراة ولا لا، لأن هو لعب المباراة اللي فاتت وخرج كده اشتكى من إصابة بسيطة، فهنشوف آخر أخبار بيرسي تاو إيه في مباراة جنوب أفريقيا النهارده. ده بخصوص مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. كل التفاصيل هتكون معانا بعد الفاصل، هنتكلم بتفاصيل كتير جدا وبمنتهى الوضوح زي ما حضراتكم متعودين. بعد الفاصل استنونا، يلا بينا. خلينا بقى نتكلم على اخبار الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله امام المقاولون العرب في الجوله الرابعه من بطوله الدوري اللي بيتصدرها النادي الاهلي برصيد 9 نقاط وبعدد وافر من الاهداف. فبالتالي مهم قوي ان احنا نطمن على فرقتنا، وبصراحه الميزه في الاهلي السنه دي ان هو ابتدى الموسم بشكل قوي جدا وبشكل ممتاز جدا، من خلال التفوق على الاسماعيلي برباعيه نظيفه، التفوق على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء، وتفوق على نادي الزمالك بنتيجه 5-3. فبالتالي انطلاقه مناسبه جدا لموسم مليء بالتحديات، مهم قوي ان احنا نحاول بقدر المستطاع اكبر كم ممكن من البطولات نقدر نحققه. في صعوبه في المنافسه، لازم نبقى متفقين على الجزئيه دي، مفيش حاجه سهله في الكوره، كل الامور بتبقى صعبه، كل الفرق صعب، كل المنافسات صعب، انت كل اللي تقدر تعمله انك تجتهد، تمام،
وفي الاول وفي الاخر التوفيق بتاع المولى عز وجل، ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في ان هو يفرح جمهوره كما هو المعتاد. النهارده المران كان الصبح بدري الساعه 10، موسيماني كان عنده جلسه مع اللاعبين ومحاضره للفرقه بالكامل، اتكلم فيها على اهميه المرحله المقبله واتكلم فيها على بعض الامور الفنيه اللي بتتعلق بما هو قادم من تحديات وتحضيرات مباراه المقاولون العرب. دي لقطات طبعا من مران النهارده الصبح. كان كمان فيما يتعلق بالفريق كان في تدريبات ترفيهيه، التدريبات الترفيهيه دي كانت بسبب ان امبارح كان في مباراه وديه فتقريبا الكل شارك فيها بشكل مميز، فطبيعي ان يبقى في بعض التدريبات الترفيهيه والاستشفائيه اللي من خلالها بتكسر يعني حده التدريبات القويه اللي دايما بتكون موجوده في ايام لاعبي النادي الاهلي داخل استاد البيتش. كمان عايز اطمنكم على عمار حمدي، عمار حمدي انتظم في التدريبات الجماعيه، هو امبارح كان تعرض لاصابه، اصابه يعني مش قويه، عباره عن كدمه يعني خفيفه في قصبه رجله، وقدر عمار حمدي ان هو يشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي، التدريبات الجماعيه والامور بالنسبه له جيده جدا، وعنصر من العناصر المهمه جدا في حسابات مستر بيتسو موسيماني. طيب علي لطفي عنده كدمه في الركبه، النهارده كان بيستكمل برنامجه التاهيلي وادى جلسه في الجيم على هامش المران، وان شاء الله باذن الله قريبا جدا يشارك في التدريبات الخاصه به حراس المرمى بالشكل طبيعي. وعلي لطفي ليه دور في الانطلاقه المميزه هذا الموسم مع النادي الاهلي لانه لعب ماتشين الاولانيين سواء مع الاسماعيلي او البنك الاهلي وقدر ان هو يخرج بشباكه نظيفه وادى مباريات جيده. النهارده كمان شارك في التدريبات ثنائي المنتخب الاولمبي الكابتن احمد نبيل كوكا وحمزه علاء بعد ما انتظموا النهارده في التدريبات وبعد ما كانوا مع في معسكر المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. انا عندي قصه بس مهمه جدا عايز اتكلم فيها وهي خاصه بالكلام الكتير على عروض للاعبي النادي الاهلي سواء بخصوص اليو ديانج او بخصوص محمد مجدي قفشه، والكلام ده لو حضراتكم واخدين بالكم هو مقرر، يعني كل فتره كده لازم يطلع كلام على لعيبه الاهلي ان هم يجي لهم عروض او في عروض موجوده وان الاهلي بيفكر يوافق او ما يوافقش وموسيماني مش عارف بيحسبها ازاي وكلام من ده. وده طبيعي ان ممكن حد من لعيبه النادي الاهلي يجي له عروض، يعني لان انت بتلعب في النادي الاهلي، طبعا انت بتلعب في النادي الاهلي يبقى انت لعيب كبير جدا فطبيعي ان هيجي لك عروض. لكن لا اقدر اقول لحضراتكم ان والله بجد لحد دلوقتي لحد اللحظه دي مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص قفشه او ديانج او اي لاعب اخر او اي لاعب اخر لحد دلوقتي، ومش لسه بدري على يناير بالمناسبه، لا في ناس تقعد تحضر نفسها من دلوقتي، لكن لحد اللحظه دي ما فيش اي عرض جه للعيبه دي خالص والاثنين موجودين. ومش من السهل مش من السهل ان الاهلي يوافق على رحيل حد من الاثنين دول او اي حد من قائمته في يناير وانت عندك تحديات كتير جدا مهمه ابرزها كاس العالم للانديه المفروض هيبقى في شهر 2 تمام، فبالتالي صعب جدا الاهلي يمشي حد في يناير. الصيف بقى ممكن يبقى كلام تاني، الله اعلم، مش عارفين، في متغيرات كتير جدا في الكوره، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل يعني. فده بخصوص الكلام الكتير اللي بيطلع على قفشه وكمان ديانج. ده فيما يتعلق بهذه الجزئيه. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع بقى نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا ونتكلم ونعلق عليه بشكل مفصل ونقول لحضراتكم كل التوضيحات. استنونا بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا من خلال الصفحات الرسميه لمختلف المواقع، ونبتدي بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا ان في طلبات من موسيماني في الميركاتو الشتوي. طيب خلينا نقول لحضراتكم هنا في متن الخبر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان موسيماني طلب ان هم ان الاهلي عايز حارس مرمى نظرا لتذبذب مستوى علي لطفي. الكلام ده ما حصلش، مش لمبنفي لمجرد النفي بالمناسبه، لا في تفكير في التعاقد مع حارس مرمى حتى الان، لان الناس في النادي شايفين ان احنا عندنا حراس مرمى مميزين الشناوي لطفي شوبير حمزه علاء، فما فيش حاجه للجزئيه دي لحد اللحظه دي، ما حدش طلب ولا موسيماني طلب موضوع حراسه المرمى ده خالص. قال لك كمان ايه يعني بيبص لقدام قوي، قال لك اصل في محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز عقده هينتهي اخر الموسم فموسيماني طلبه، مش منطقي، مفيش الكلام ده برده لحد دلوقتي، لاعب لسه موسم طويل، مفيش الكلام ده ولا حد طلب ولا تطرق لجزئيه محمد حمدي. لكن البعض بيحاول يجتهد
وده عادي في الاعلام الرياضي، مفيش مشكله خالص. لكن انا بقول لحضراتكم، بوضح لحضراتكم الكلام ده غير حقيقي بالمره. خلينا كمان نروح لخبر اخر من حساب الاهرام على تويتر، واللي بيقول عروض الشتاء لديانج تثير القلق في الاهلي. مفيش قلق ولا حاجه، ومفيش عروض اصلا عشان يبقى في قلق، ولو في عروض الاهلي هيدرسها وهيشوف اللي في صالح النادي واللي في صالح اللاعب، وفي الاخر يتم اتخاذ القرار. لكن اقدر اكده على حضراتكم ان في صعوبه بالغه في حاله وجود اي عرض رسمي للنادي الاهلي بخصوص ديانج او غير ديانج ان يتم الموافقه، في صعوبه بالغه في الجزئيه دي، لان زي ما شرحت لحضراتكم من شويه القصه ماشيه ازاي. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من خلال اليوم السابع وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان موسيماني بيرفض رحيل قفشه وديانج في الميركاتو الشتوي. نفس الكلام المقرر، وهي نفس الاخبار، مفيش تغيير فيها، وطبيعي جدا انت عندك اثنين زي دول صعب قوي ان انت توافق على رحيلهم في الشتاء، يعني في شهر يناير. وهو اصلا برضو يا جماعه انا باكد على حضراتكم مفيش اي عروض رسميه جت للنادي الاهلي، هو كلام كله وكله، لكن مفيش اي عروض رسميه اصلا جت للنادي الاهلي، والاهلي ما بيتعاملش غير بالشكل الرسمي في العروض وفي كل الامور الاداريه يعني. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي، تعال نشوف بقى الوطن قايل لك ايه. مصدر: موسيماني يطلب رحيل كهربا نهايه الموسم. بذمتكم يا جماعه، بذمتكم قريتوا الخبر ده كم مره؟ كم مره من ساعه ما كهربا جه الاهلي قريتوا الخبر ده كم مره؟ بقى سواء بقى في الوطن او بعض الصحف الاخرى او بعض المواقع الاخرى. هل كهربا مشي؟ كهربا موجود ولا مش موجود؟ موجود وموجود ومش هيمشي. في قرار ان كهربا مكمل، مفيش اي قرار ان كهربا يمشي. وانا تقريبا حاسس ان انا بعيد جزء من حلقات سابقه، هو نفس الكلام اللي بيتكتب، هو نفس الرد بتاعنا، وبيطلع الرد بتاعنا هو اللي صح، ان كهربا مكمل مع النادي الاهلي وفي قناعه بمستواه، ولو تم استبعاده من قائمه لمباراه او اخرى ده بيبقى وجهه نظر فنيه. وبالمناسبه بقى يا جماعه، انت القائمه بتاعتك كلها نجوم، القائمه بتاعت الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي لعيب هيخرج منها هيقول لك ده موسيماني مش عايزه، زي ما حصل مع طاهر اول ماتشين، خرج من القائمه في اول ماتشين ماتش اسماعيلي والبنك، قال لك طاهر طلب ان هو يرحل على النادي الاهلي وده ما حصلش، قال لك اصل موسيماني مش مقتنع بيه وده ما حصلش. واي لعيب هيخرج هتسمعوا نفس الاخبار دي من القائمه، لان كل فرقه الاهلي ما شاء الله كلهم نجوم يعني، فخبر غير صحيح بالمره يعني. خلينا ناخد اخر خبر معانا في ترند الاهلي، ومن خلال حساب يلا كوره على فيسبوك بيكشف سبب غياب محمد محمود عند مونديال 8-8. محمد محمود بيخضع لبرنامج بدني شامل في الفتره الحاليه ليكون جاهز للمشاركه في المباريات المقبله. يعني محمد محمود هياخد وقت لحد ما يشارك في المباريات، لان لعيب بقاله سنتين ونص تقريبا، لعيب كبير طبعا بس بقاله سنتين ونص مصاب، فهياخد وقت، مفيش حد بعد سنتين ونص هيرجع يشارك على طول، هيبقى المشاركه تدريجيه بوقت، وان شاء الله باذن الله يرجع يشارك في المباريات لانه لعيب مهم جدا وموهوب جدا جدا. دي كانت اخبار الاهلي في ترند الاهلي ومن خلال الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، يلا بينا. طيب خلينا نروح للترند المحلي، وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول، واللي عنده مباراه يوم الثلاث بعد بكره مع الجابون، مباراه غايه في الاهميه. الناس هتقول لك لا هي مش مهمه قوي عشان احنا خلاص تاهلنا، لا هي مهمه عشان تحاول ان انت تصحح اخطائك اللي كانت واضحه جدا في مباراه انجولا. وبالمناسبه فكره ان انت تحاسب المدرب بالقطعه زي ما بنقول على موسيماني، لان في ناس تقعد تهاجم موسيماني يلعب ماتش وحش ولما يلعب ماتش حلو يقول لك ده مدرب عظيم، لا الامور ما بتمشيش بالشكل ده. المحاسبه بالقطعه غير مفيده اطلاقا اطلاقا في اطار مشروع انت بتحلم من خلاله انك تحقق حاجات كتير، سواء بقى فيما يتعلق بالنادي الاهلي او كمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني. كروش مدرب كويس ولا لا؟ مدرب كويس، عمل ماتشين ليبيا حلوين، عملهم حلوين. ماتش انجولا كنا وحشين؟ بصراحه كنا وحشين، لكن هل ده معناه ان احنا بعد ما كنا بنشيد بالراجل جامد جدا 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 نقول الراجل ده ما عندوش فكره؟ نقول الراجل ده لا يصلح؟ الراجل ده ممكن يتغير؟ لا، مش دي الكوره خالص، مش هي دي الطريقه. ده كلام مش هيكون في صالح منتخبنا الوطني. ففي كل الاحوال في ثقه في الجهاز الفني كبيره جدا. هنبقى منتظرين بس ايه؟ منتظرين الاداء يبقى افضل، منتظرين النتائج لان هي الاهم، منتظرين ان احنا نوصل كاس العالم. يعني نفسنا كده اول مره في تاريخ مصر ان احنا نوصل كاس العالم مرتين ورا بعض، ونفسنا ما نغلبش على كاس العالم خالص. لان احنا منتخب كبير واسم كبير جدا في افريقيا، احنا اكتر منتخب جاب بطوله الامم الافريقيه في القاره كلها.
فعيب قوي ان احنا نبقى شاركنا عدد محدود قوي، 3 مرات بس في كاس العالم، منهم مره زمان جدا. لا، عايزين دايما نبقى مستمرين وموجودين في كاس العالم. فخلينا نشوف الترند المحلي والاخبار المهمه اللي موجوده. نبتدي بحساب في الجول، وده خبر من ضمن الاخبار. ماريو لاعب انجولا في تصريحات خاصه في الجول قال ان هو شعوره هو وزملائه بنزول بعض الجماهير لالتقاط صور مع صلاح ما حدث امر طبيعي. صلاح الان من افضل اللاعبين في العالم، وشفنا اللقطات اللي يعني احنا بنفرح بيها. يعني لما صلاح نجم كبير جدا عالمي زي ده ينزل له لعيبه او ينزل له جمهور في الملعب عشان يسلم عليه ويتصور معاه، فاللقطات دي ما نشوفهاش غير مع ميسي ورونالدو يعني ونيمار مثلا. لما يبقى صلاح مع الناس دي في اللقطات دي فحاجه بصراحه احنا مبسوطين ومفتكر بيها جدا جدا جدا. من ضمن كمان الامور المهمه من حساب يلا كوره على تويتر وتصريحات لجونسون بواتو قائد منتخب انجولا، بيقول جماهيرنا تعاملت مع صلاح مثل رونالدو وميسي. طبعا ليه لا؟ لان هو افضل لعيب في العالم، طبيعي جدا ان المعامله تكون كده والناس تبقى رايحه بالعدد الكبير ده. هم عارفين ان هم خلاص خرجوا بره التصفيات، لكن هم رايحين عشان يتفرجوا برضه على منتخب بلادهم ويتفرجوا على نجم عالمي زي محمد صلاح انك تشوفه من الملعب، فده حاجه مهمه جدا. كمان خلينا نروح لسبورت 360، ووفقا لصحيفه الناشونال الكتالونيه بيقولوا ان تشافي يريد التعاقد مع محمد صلاح. ده طبعا المدير الفني تشافي اللاعب الكبير والاسطوري لبرشلونه والمدير الفني الحالي للفريق، وقال ان هو شايف اقرب واحد لميسي هو محمد صلاح، وان هو عايز يصالح الجماهير او عايز النادي يصالح الجماهير بصفقه تكون كبيره وتعمل ضجه زي دي، هي صفقه محمد صلاح. هنشوف ايه اللي هيحصل. ما اعتقدش ان ده ممكن يتم في الشتاء اطلاقا يعني، لكن ممكن يتم في الصيف في فتره الانتقالات الصيفيه. هنشوف ايه اللي ممكن يحصل في التوقيت ده. اليوم السابع وحسابهم على تويتر بيتكلموا على تاريخ مواجهات مصر والجابون قبل مواجهه يوم الثلاث، وقالوا ان المنتخبين لعبوا مع بعض 4 مباريات، منتخب مصر فاز في 3، الجابون ما فازوش علينا اطلاقا، والتعادل كان حاضر في مباراه واحده. 11 هدف لمصر، قدروا المنتخب بتاعنا ان هو يسجل 11 جون في الجابون على مدار 4 مباريات، هدف واحد بس الجابون، وده اللي جه فينا على ملعب الجابون في الجوله الثانيه من تصفيات. تمام. وفي مارس 94 كانت اول مباراه جمعت المنتخبين، وسبتمبر 2021 كانت اخر مواجهه، اكبر نتيجه 4-0، دي اتكررت مرتين. هداف مواجهات منتخبين مصر والجابون هو الكابتن حسام حسن اللاعب الكبير مدير فني الاتحاد ب3 اهداف. دي كانت ابرز الامور في اخبار المنتخب. فخلينا نتكلم شويه على بعض الاخبار الاخرى تتعلق بالمعسكر حاليا، وهو بخصوص كيروش، وانه النهارده بيتفقد ملعب استاد الجيش ببرج العرب عشان يعني يشوف الملعب ومدى جاهزيته لاستضافه هذه المباراه، وملعب جاهز اكيد بنسبه 100% لاستضافه مباراه يوم الثلاث. وكمان هيكون عنده مؤتمر صحفي النهارده هيتكلم فيه على استعداداته للمباراه دي، هيتكلم فيه كمان عن خططه للمرحله المقبله، وهيتكلم فيه عن كاس العرب وبطوله الامم الافريقيه. اسئله كتير جدا اكيد هتوجه من الزملاء الاعزاء الصحفيين. كمان دي من ضمن الاخبار المهمه جدا جدا، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طيب خلينا نتكلم على موضوع التصنيف، لان ده بيشغل بال عدد كبير جدا من الجماهير المصريه. ويا جماعه عشان نبقى صرحه مع بعض، في صعوبه كبيره قوي قوي ان احنا نبقى في التصنيف الاول اللي هو بيتضمن 5 منتخبات، احنا رقم 6، احنا المركز رقم 6 على افريقيا. فبالتالي في التصنيف الثاني اللي هيكون بيتضمن 5 منتخبات اخرين، الخمسه الاولانيين هيقابلوا 5 التانيين. فالخمسه الاولانيين ايه؟ مين؟ الجزائر لو تاهلت عندها مباراه حاسمه مع بوركينا، ماتش لازم بوركينا تكسب عشان تصعد، بس المباراه هتبقى في الجزائر، فخلاص اعتبر الجزائر صعدت لانه اقوى منتخب في افريقيا هو الجزائر. تونس عندها مباراه اخرى حاسمه لازم تكسب فيها عشان تتاهل، وهي ايضا في التصنيف الاول. عندك كمان مين؟ نيجيريا عندها مباراه حاسمه جدا لازم تكسب عشان تتاهل، خلي بالك معايا، وهي برضو في التصنيف الاول، وهي اللي الفرق ما بيننا وما بينها في النقاط قليل شويه بس ما يسعفش انك تعديهم. حلو. السنغال خلاص هي في تصنيف اول تاهلت، والمغرب تاهلت كمان في تصنيف اول. ايه اللي ممكن يحصل يخلينا نطلع في التصنيف الاول ده؟ ايه هو؟ ان نيجيريا تخسر تخرج بره، او تونس
تخرج بره، فانت تخش مكان منتخب من الاثنين. ده الامل اعتقد الوحيد يعني اللي ممكن يديك الافضليه، انك تبقى في التصنيف الاول، فبالتالي تقابل احد منتخبات التصنيف الثاني. بالمناسبه منتخبات التصنيف الثاني من ضمنهم منتخب مثلا كوت ديفوار، منتخب صعب ولا مش صعب؟ صعب طبعا. تمام، لو تاهل ممكن يبقى في منتخب جنوب افريقيا الاقرب ان هو يتاهل على حساب غانا. ممكن حتى لو انت في عدد النقاط عديت نيجيريا ممكن تقابل نيجيريا، فاهم؟ فكل الماتشات هتبقى صعبه، لكن الهدف ايه؟ الهدف واحد، انت عايز ايه؟ عايز تتاهل، عايز توصل لكاس العالم. فاللي عايز يوصل ما يفكرش هو هيقابل مين خالص يعني. وليه كمان تحديدا بالذات ليه؟ لان انت عندك منتخب قوي، عندك لعيبه كويسه جدا، جيل مميز جدا من اللاعبين، محتاج يتوظف صح في الملعب، وعندك المدير الفني اللي يقدر يعمل كده اللي هو كارلوس كيروش. بغض النظر بقى عن الاداء في مباراه انجولا، طبيعي مباراه تبقى كويس مباراه تبقى وحش، ده هي دي كوره، هي دي كره القدم يعني. نتمنى الاستمراريه ان الاداء يكون كويس طبعا، لكن هي دي كره القدم في الاول وفي الاخر. فاقول لحضراتكم كمان الجداول وترتيب المجموعات الخمسه. نبتدي بالمجموعه الاولى، الجزائر في المركز الاول 13 نقطه، في المركز الثاني بوركينا برصيد 11 نقطه، هيلعبوا مع بعض مواجهه حاسمه. لو بوركينا كسبت تتاهل، لو الجزائر اتعادلت حتى هي اللي تتاهل. حلو، بيجي بعديهم النيجر وجيبوتي، دول خلاص خرجوا بره التصفيات. المجموعه الثانيه تونس في المركز الاول 10 نقاط وبنفس الرصيد غينيا 10 نقاط، وبعد كده بيجي زامبيا 7 نقاط. الامال موجوده لاول ثلاث فرق في المجموعه اللي هم تونس وغينيا الاستوائيه وزامبيا، لكن موريتانيا خرجت بره التصفيات بشكل رسمي. المجموعه الثالثه نيجيريا في المركز الاول برصيد 12 نقطه، وكاب فيردي اللي هي الراس الاخضر برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، وجمهوريه افريقيا الوسطى برصيد 4 نقاط خرجت، وليبيريا خرجت برصيد 3 نقاط. المجموعه الرابعه ساحل العاج في المركز الاول 13 نقطه، الكاميرون في المركز الثاني 12 نقطه، ملاوي في المركز الثالث 3 نقاط، وموزمبيق في المركز الاخير بنقطه وحيده. ملاوي وموزمبيق بره، ساحل العاج والكاميرون لسه المنافسه ما بينهم هتتوقف على الجوله الاخير. طيب المجموعه الاخيره الخامسه مالي، وفي مجموعه فيها مصر يا جماعه، هي مش معانا؟ لا هتلاقيها معانا. طيب هم 10 مجاميع بالمناسبه مش خمسه، ماشي. المجموعه الخامسه مالي خلاص تاهلت بشكل رسمي برصيد 13 نقطه، وكان معاها اوغندا وكينيا ورواندا. تعالوا نروح كمان للمجموعه السادسه، مصر تصدرت وتاهلت خلاص الحمد لله برصيد 11 نقطه، بيجي بعديها الجابون ب7 نقاط، وليبيا وانجولا خرجوا. المجموعه السابعه جنوب افريقيا في منافسه قويه جدا جدا مع غانا، مباراه هتكون ناريه النهارده الساعه 9 بالليل، اللي هيكسب هيتاهل. واثيوبيا خرجت هي وزيمبابوي من هذه المجموعه. السنغال في المجموعه الثامنه خلاص تاهلت بشكل رسمي برصيد 13 نقطه، كان معاها توجو وناميبيا والكونغو، خلاص دول خرجوا رسمي. المجموعه التاسعه المغرب تاهلت برصيد 15 نقطه، وبعديها غينيا بيساو وغينيا والسودان كلهم خرجوا، لكن المغرب كسبت كل الماتشات لحد دلوقتي، ناقص لها ماتش واحد بس وعندها 15 نقطه. المجموعه الاخيره والعاشره هي مجموعه بنين وجمهوريه الكونغو، الكونغو خلاص تاهلت بشكل رسمي بعد فوزها على بنين النهارده، بقى عندها 11 نقطه وقدرت ان هي تتاهل على حساب بنين بقياده طبعا هيكتور كوبر المدير الفني السابق او الاسبق لمنتخبنا الوطني الاول. خلينا نروح نشوف تفاعل حضراتكم وتوقعاتكم وتمنياتكم للمنتخب اللي يقابل مصر في المرحله النهائيه من التصفيات. فنبتدي بوائل الصحراوي واللي قال اتمنى تونس او نيجيريا، تحياتي اهلاوي والفخر ليا، تحياتنا ليك يا وائل. خلينا ناخد حسن احمد، اي منتخب شرط الفوز عليه ما عدا الجزائر والمغرب، لاننا نتمنى ان احنا نشوفهم يعني في كاس العالم مع مصر باذن الله، اكيد نتمنى كل المنتخبات العربيه تبقى موجوده. خلينا كمان ناخد عمر السويفي واللي قال اولا نيجيريا لان حظنا عليها كبير، وبعدين ما تفرقش بقى اي منتخب، كل المنتخبات اكيد قصده ان هي قويه. خليفة شعلان قال منتخب نيجيريا دي تمنياته بالمنتخب اللي قبله منتخبنا الوطني المصري. وأخيرا محمد شعبان قال المنتخب الجزائري، ودي مفاجأة بالنسبة لي إن هو يتمنى مواجهة المنتخب الجزائري، ما أعرفش هي ده تمني ولا توقع من محمد شعبان، لكن في كل الأحوال المنتخب الجزائري منتخب كبير وهو أقوى منتخب في الفترة الحالية في أفريقيا، لكن في نفس الوقت أنت منتخب مصر برضه تقدر إن أنت تنتصر وتقدر إن أنت تتأهل بشكل كبير. وزي ما قلت لحضراتكم
الجزئيه دي احنا دايما بنبقى نفسنا نشوف المنتخب في احسن صوره، بنبقى نفسنا نشوف المنتخب دايما في كاس العالم. هل عندنا مقاومات؟ عندنا بصراحه مقاومات، عندنا الامكانيات، عندنا محمد صلاح. طبعا مش لوحده، في فرق في الافكار شويه ما بين محمد صلاح ولاعبي المنتخب الوطني، لكن عندنا جيل كويس من اللاعبين المصريين سواء في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز او في الاسماعيلي، اي فريق هتقدر تختار منه اللعيبه اللي تقدر تساعدك. عندك عمر مرموش بره، عندك تريزيجيه راجع من الاصابه، تمام، لعيب مهم جدا. مش عايز انسى حد، في لعيبه كتير، احمد حجازي، في الونش في الزمالك مدافع ممتاز، في عمرو السوليه بمستوى رائع دلوقتي، في حمدي فتحي، في اسماء تقيله جدا، فتوح لاعب الزمالك مميز جدا، في اكرم توفيق ما شاء الله عليه، الشناوي حارس كبير جدا جدا. فبالتالي عندك الجيل اللي يقدر يساعدك انك تتخطى اي عقبه. هيبقى في عقبه صعبه جدا، عقبه اقل في الصعوبه، عقبه سهله، ايا كان انت لازم تسعى بكل الطرق انك تحقق هدفك في الوصول لكاس العالم باذن الله تعالى 2022 في قطر. فبالتالي ايه، عندك تحضيرات مهمه تقدر من خلالها تستقر على الاستراتيجيه والشكل اللي هتلعب بيه في مباراه مارس او مباراتين مارس اللي هم الفاصلتين اللي يأهلوك لكاس العالم. فان شاء الله نكون موفقين في هذه الفترات سواء كاس العرب او بطوله الامم الافريقيه، بحيث ان احنا نبقى جاهزين جدا جدا للتاهل باذن الله تعالى. دي كان او ده كان كل ما يتعلق بمنتخبنا الوطني، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده اخرى من نفس البرنامج. استنونا، سلام.